السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. اليوم إن شاء الله هو اليوم الثاني من دورة خروف العيد. اليوم إن شاء الله بسوي وصفتين، الوصفة الأولى اللي هي حميسة اللحم، والثانية اللي هي مقلقل وصال. الوصفتين هذه مهمات جدا بيوم العيد، والغالبية يسوون الصباح. فقبل ما أبدأ معكم بالوصفتين، أقول لكم وش الفرق بين الحميسة وبين المقلقل من وجهة نظري. الفرق الأول بين الحميسة والمقلقل، الحميسة تكون بقطع اللحم مع العظم، سواء كانت القطع صغيرة أو كبيرة، وممكن نضيف لها الكرشة ومصران، ممكن نضيف لها خضار، ويكون فيها مرق، يعني بعد ما تنتهي يكون فيها مرق شوي. بالنسبة للمقلقل، المقلقل يكون لحم صغير أو صال مثل ما أنتم شايفين، ونضيف له الطماط، البصل، نضيف له الفلفل الحار، الثوم، وبالنهاية يكون ناشف ما في مرقة نهائيا. فهذا هو الفرق بين الحميسة وبين المقلقل. وبالنسبة للمعرق اللحم، هو نفسه اللحم، حميسة اللحم، لكن يكون لحم وبصل، كمية البصل تكون نفس مقدار اللحم، بس نضيف ملح وفلفل أسود، فنفس البصل يطلع مويات فتكون فيها مرقة، وهذا هو معرق اللحم. طيب نبدأ، بسم الله. أول شيء بسوي معكم مقلقل، هذه الصاجة حطت فيها قطع صغيرة من الشحم، وهذا هو اللحم الأوصال كما تشوفون. السبب أنها تكون الأوصال صغيرة علشان يستوي بسرعة ما ياخذ وقت، وفلفل بارد والبصل وقرون فلفل حار والطماط، بهار مشكل وكركم وفلفل أسود وملح، ونقدر نضيف الثوم للمقادير. نبدأ بسم الله. حطيت قطع صغيرة من شحم لية الخروف، والأفضل لو تفرمونه علشان يذوب معكم بسرعة. بنتظر لين يتشقر بعدين أشيله وأبدأ بالخطوات. تقدرون تضيفون زيت زيتون، تقدرون تستبدلونه بأي زيت عندكم. طيب بعد ما تحمرت القطع وذاب كل الشحم، تقدرون تخلونه وتحطون عليه باقي الخطوات، بس أنا لا، حابة أشيله. وفي خطوة بسويها قبل، اللي هو بهارات عدلة، كزبرة، فلفل أسود، شوي كمون، بخلي شوي بس يتحمر، يعطي نكهة وريحة مرة حلوة. وبحط معه شوي من القرفة. انتبهوا يا بنات، القرفة هذه قرفة خشب اسمها، خاصة للطعام، وفي قرفة هذه اللي هي خاصة للحلويات، فأنتم حطوا قرفة الخشب هذه. أقلب الحين البصل لين يغلي. الحين بعد ما تحمر البصل والفلفل البارد، أضيف أوصال اللحم بعد ما غسلته. على نفس الحرارة العالية.
الحين بضيف الملح والفلفل الأسود والبهار مشكل والكركم، وإضافة من عندي اللي هي صرار حايل، أبي يكون الطعم حراق. الحين بغطيه واخليه تقريبا 10 دقائق، بعدين نرجع نكمله. بعد تقريبا ربع ساعة وانا حطيته على النار، تقريبا استوى اللحم 3-4 استوى، بعدين اضفت الطماطم، خلطته تقريبا يمكن 7 دقائق او على حسب حجم الذبيحة. الان باقي شوي بس من المرق تستوي اللحمة، ما شاء الله تبارك الله ذايبة. بالنسبة لطريقة طبخ المقلقل اللحم تختلف على حسب الرغبة، في ناس ما يحبون يضيفون طماط، في ناس يحبون يسوونه بس بالبصل والفلفل الأسود، لكن إذا سويته بالطريقة هذه مرة لذيذ، خصوصا الطماط معطي نكهة مرة حلوة. لو تلاحظون شوي باقي أبغاه ينشف مرة علشان يصير مقلقل على أصوله، يبغاله بس دقيقة تقريبا. وكذا يكون مقلقل اللحم انتهى. قدموه مع رز ابيض او مع الخبز، مع الجبنه السائله، مع عصير الليمون، مع بصل اخضر، صحة عافية مقدما على الجميع. الحين بنبدا بالحميصه. الحميصه نقدر نسويها بالقدر العادي، ونقدر نسويها بقدر الضغط العادي او قدر الضغط الكهرب. انا اليوم بسويها بقدر الضغط الكهرب لانه يشتغل على البخار والنكهه تكون متركزه، ياخذ نص ساعه تقريبا او على حسب حجم الذبيحه. اذا اخذت نص ساعه بقدر الضغط الكهرب يعني بالقدر العادي تقريبا 45 دقيقة. عموما أنا بالنسبة لي القدر الضغط الكهرب الأمان جدا عالي، تطبخ على البخار ما في أمل بإذن الله أنه يحترق، النكهات كلها متركزة. بسوي الحميسة بدون ما أضيف ولا نقطة ماء. المقادير اللحم وبصل وفلفل بارد وفلفل حار وطماط وبهارات، عبارة عن بهار مشكل، فلفل أسود، صرار حايل وملح، بس هي هذه مقادير الحميسة. ونبدأ بسم الله. شغلت قدر الضغط وضغطت على خيار لحم، حطيت الشحم لين ذاب، حطيت بهارات عدلة. الحين بطلع قطع الشحم المتحمرة وبهارات العدلة، بعدين أضيف البصل. أحب أحمص البصل أول لين يأخذ لون مع الفلفل البارد مع الفلفل الحار، بعدين أضيف الطماط وأحمص، بعدين اللحم، أحس كذا تطلع النكهة أفضل وأحلى. وأنتم كل واحد وطريقته. الحين بعد ما تحمر البصل مثل ما أنتم شايفين أضيف الطماطم، أضيف البهارات، أخلي شوي لين يذبل الطماطم.
الحين بدون ما أضيف ولا نقطة ماء بكتم بقدر الضغط وأخليه. بالنسبة للوقت على حسب حجم الذبيحة أنا بخليه تقريبا من 25 لنص ساعة، أبي يكون ذايب بالمرة.